السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال نضنا جريدة كم انتصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أتى في الأثر أن الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى عليه السلام قال الله يا موسى ما خاف لمن خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق، يا موسى وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد إلا كفيته كل مهن وأدخلته الجنة وبيدي مفاتح الملك والملكوت، ومن اعتصم بغيري أسخت الأرض من تحته وقطعت الأسباب من فوقه، ولا أبالي كيف أهلكته. يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم وإن لم تعمل بهن لم ينفعك من العلم شيء. الأولى لا تخف فوات رزقي المضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. الثانية لا تخف يا سلطان ما دام سلطاني باق وسلطاني دائم لا يزول أبدا. الثالثة لا تشمت في عيب أحد ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في بدنك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الخامسة لا تأمن مكري حتى ترى